نفذت مؤسسة أصالة حملة جديدة لتوزيع المواد الإغاثية في إطار مواجهة موجة الفقر التي تفشت في ظل العدوان السعودي وحصاره الجائر على أبناء اليمن. وسط الزحام يعيش الكثير من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم رغيف خبز، ومع العدوان يشاهد الكثير ممن ذهبت عنهم أرزاقهم ومنازلهم. هذا هو عبد الله. ساقت الأقدار طائرة عدوان وقصف منزله وقتل ثلاثة من أطفاله ودمرت محلاته، وأصبحت دموعه شاهدا على ذاكرة السوء وهو يشكي حاجته وفاقته المدقعة. أنا هذا بيتي الذي تهدم بالكامل وساروا علي ثلاثة جهال، عمار وعلاء وعائشة، وأنا ذحين مصاب في ظهري، نشتري خيام من البسطة الصالح وفرش الذي ما أوال نجلس فيه. هذا احنا جالسين بإيجار ولا قدرت له، وانا يعني زي ما تقول ما عندي مصاب ومسمر في ظهري، لا اقدر اشتغل ولا اقدر احصل حتى على الغذاء اليومي كبدايه. وانا مصاب والولد حقي مصاب برضه، وذا هنا موجود لا زال عندنا اعالجه، زي ما تقول هو مصاب في يده شظايا، وانا مصاب في ظهري مكسور العمود الفقره الخامسه والسادسه، وفعلت العمليه في المستشفى الثوره. لم تكن هذه الحالة فقط هي الحالة الوحيدة التي تعاني من الحاجة والفاقة، بل أن هناك الكثيرين من أبناء اليمن، فهذا الحي يعاني من فقر مستمر، وهو ما جعل مؤسسة الصالح الاجتماعية تهب النجدة ونجدة من فيه بمواد غذائية تقيهم من الموت المحقق نتيجة الحصار والعدوان. أشكر مؤسسة الصالح على التساعد يعني والتعاون معنا ومع الفقراء والمساكين، وأول مؤسسة يعني هي تظهر على هذا الحي يعني علينا. علاء طفل معاق يعيش في مديرية بني الحارث في الأحياء التي تعرضت للقصف، لا يملك قوت يومه وهو يبحث عن إغاثة غذائية. أشكر مؤسسة الصالح على تعاونهم معانا. دولنا رز وزيت وورق دقيق. كيف وضعكم يا علاء؟ كيف وضعكم في البيت؟ وضعنا وضع صعب والله. علاء كان حالة ضمن أكثر من 70,000 حالة وزعت عليها مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية مواد غذائية تقدر ب 473 طنا من القمح والأرز والزيت. وهذه أم بسام واحدة من المستفيدين الذين شكروا مواقف المؤسسة. وضعنا متدهور، بيوتنا مكسرة، عيشتنا عيش النكدة، بدنا ذك فوقنا الصواريخ كل ليلة فجيعة، ما عادوش زي زمان الأكل والشرب، ما عادوش زي زمان، كل شيء تغير. كثيرون من يعانون الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، وهذا ما جعل مؤسسة الصالح سباقة إلى المحاولة في التخفيف من أعباء تلك الحاجة التي تتفاقم نتيجة العدوان وتحظى بشكر من المجتمع. وضعنا تاعب قوي، جيت شوف عزيز احنا تاعب والله، ما لقينا حق العلاج والثانيين في صنعاء وفي غيرها شبع الا بني منطقه بني حوت هذا بياكلوا غيرنا ومن دو. والان وزع حميد والقائد علي عبد الله صالح الله يحفظه ويطول بعمره، علي دعم الحارة هذا. حميد بيشتغل في المسجد تبع المسجد. مسجد صالح. والله العظيم الوضع تحت الصفر بصراحة، إن الناس مترفين، لا شغل لا عمل لا حاجة، أزمة غاز ما مواصلات، كل شيء تحت الصفر. لا عاطل والله، ده أنا بالنسبة لي عاطل، عندي عدة مهارة، لا أشتغل ولا شيء. ما أشتغل حداد، أشتغل بويا، أشتغل تليوس، أشتغل عامل كهرباء برضو اشتغل فيها، ما في ولا اي شغل نشتغل فيه. احلام البسطاء في الحصول على احتياجاتهم الاساسية والعودة لاعمالهم تبقى مرهونة بفك الحصار على اليمن من قبل العدوان الذي زاد من فاقة كل كبير وصغير. محمد جميل، اليمن اليوم، صلاة.